الأهلي يتعادل مع الجونة بدون أهداف ويهدر فوزا غاليا. كابتن شريف، نقطتين كمان ضيعين. مسلسل ضياع النقاط من النادي الأهلي علامة مش كويسة. يعني إنك تبقى بتلعب 90 دقيقة أو أكتر بتفشل إنك تحرز هدف، بتفشل إنك تروح كل الفرص السهلة. ده النهاردة أنا بتفرج على فرص ما جاتلناش في ماتشات قبل كده. جات الماتش اللي هو اللي قبل اللي فات. قبل لا مش زي دي كمان. ماتش سموحة. لا لا لا. بالظبط نفس الفرص. الكرة الأخرانية مثلا. دي ما فيهاش أي حاجة لا بقوة ولا حاجة يحطها في أي حتة جول، ده جوه خط الستة يعني منه أي لمسة جول. كويس؟ أي تصرف من المهاجمين بتوعك ما فيهوش بقى حالة بدنية ولا في إجهاد ولا في أي حاجة. ده عدم تركيز في إنهاء الهجمة زي ما قلنا في أول شوط، لا ده عدم تركيز في كل حاجة. يعني أنا راجل مستني الكرة دي 90 دقيقة، لو كل لعيب فينا جات له كرة زي دي وتصرف فيها تصرف واحد صح نطلع كسبانين 5-6. فعشان تكلمني على الاداء الفني بتاع المباراه كلها، اديك بتلعب وبتباصي النهارده واطرافك بتنطلق، مش قادر توصل لغايه نهايه الخط اهو بتلعبها من قبل ما توصل لمنطقه الجزاء، عندك جميع الفرص وجميع الاشياء المتاحه، حتى الفرقه اللي قدامك مدياك الفرصه تماما، لا شايف انا حد ماسك مارك ولا بيضايقك ولا حاجه، انت اللي بتفقد الكره بسهوله، انت اللي بتتعامل جوه منطقه الجزاء برعونه شديده بشكل زي ما يكون خايف تضيع الكره على طول، وكل ما الكره تجيلك انت مش عارف تتصرف فيها. انت لو استلمت الكره ووقفتها الناس كلها هتتفرج تشوف انت عايز تعمل ايه. لا عندك حاله اهتزاز دايما في جوه ال 18، لعيبه بتاخد، لعيبه موجوده، تغييرات حصلت، صبرت على لعيبه في الملعب على اساس انه يبقى في اداء وفي تطور، ننزل دم جديد من الفرقه اللي قاعده بره، كلهم زي بعض في نفس الشكل، كلهم جوه منطقه الجزاء، مساعدات جوه منطقه الجزاء موجوده، انما التنفيذ مفيش تنفيذ. التنفيذ بعيد عن المرمى، التنفيذ في حاله عدم ادراك بالوقت، عدم ادراك بهجمه اجريسيف، هجمه تبقى انت داخل عايز تاخد الثلاث نقاط. روح يعني مش عارف، يعني انت ماتشات زي دي ايمن كتير قوي ممكن تترد عليك كره جول زي ما حصل كده، اتشطت كوره كان ممكن تخش فيه جول ويروح ثلاث نقاط مش النقطتين بس. فلعبت كوره النهارده واديت وكل حاجه بس مش عارف تخلص الماتش بتحركات داخل منطقه الجزاء، بتنفيذ رؤيه اللعيبه لبعض. محمد شريف بيصلح الكوره لعلي معلول في وضع علي معلول غير متوازن تمام، طب ما توقفها وتاخدها لنفسك وتشوط او تديها للي ورا علي معلول، مش لازم علي ما تركيز بره، تفكير بره خالص. لازم اعاده لم الشمل في الحتة دي وتاكتكس وعرضيات وكلام من ده، واللعيب بقى يتعود تحت ضغط. يعمل ايه النهارده؟ مفيش ضغط، مفيش اي ضغط خالص، انت بتلعب كره سهله جدا لدرجه ان سولية اللي هو مجهد جدا ها واقف في الملعب وبيلعب 90 دقيقه وبكره بتجيله وبيحاول يقعد عليه ان هو ما فكرش انه يروح غطى 18 ويجرب بتصويبه. النادي الاهلي ما بيصوبش ولا كوره في ال 90 دقيقه ولا كوره. حيالله هي بتاع طاهر محمد طاهر اللي دخل جوه ال 18 بدل ما يلعبها بالعرض راح شايطها في الجول من زاويه صعبه جدا انها تتشاط. فانا زي كل الناس يعني مش موافق على الشكل ده، مش موافق على انهاء الهجمه بهذا الشكل او السهوله في اهدار الفرص، في اهدار الفرص، السهوله ان انا اقدر اكسب في اي وقت. لا مش هتقدر تكسب في اي وقت، انت تكسب وبعدين نتكلم، انت تجيب اهداف، انت الناس تشتغل ايه؟ انا راجل فيرود بشتغل ان انا لازم اصنع اهداف واجيب اهداف واعمل كل حاجه اكسب فرقتي، ده شغلتي في المباراه. يعني انك بتضيع الماتشات كده 3 بونت في 2 بونت في انت ما تعرفش الدنيا ممكن تحصل فيها ايه. لا وبعدين ما نرجعش نقول اصل كل حاجه هتحصل حصل فلان عمل مش عارف ايه. لا لا دي لعيبه لازم تقف على رجليها كويس قوي وتخلص الماتشات انك بتعرف توصل. هو الميكانيزم ايه؟ ان انا اوصل لغايه منطقه الجزاء، انا بوصل منطقه الجزاء ومش عارف اخلص الماتش. دي حكايه بقى
لازم اللاعب نفسه يقعد مع نفسه كده ويركز كويس قوي. بيلعب في النادي الاهلي مش بيلعب في اي حته تانية. ده النادي الاهلي يعني ما عندناش حاجه اسمها تعادل. تلعب جوه زي بره زي في اي حته، امال انت البطل ازاي؟ وبنقعد نتكلم ونشيد، لا ما تضيعوش الحكايه في دوري سهل قوي كان في ايدك انك كده من خمس ست ماتشات، والترتيب بتاعك العام كمان انك انت بتفقد كل شويه، انت بدل ما بتفرق يا دوبك هتروح يعني حتى الماتشات اللي جايه انت مش عارف هتعمل فيها ايه بعد كده لو بهذا الشكل. والناس ليها حق انها تتكلم، والناس ليها حق انها تقول فين عايزين تطوير، عايزين سكواد تاني، عايزين حاجات كده. كل شيء بقى متاح بعد الشكل اللي انا شفته النهارده.